أزمة الشباب بلبنان وظروفك الخاصة بالنسبة لهذه الأزمة الكبيرة، وشو سبب هاي المشاكل؟ وشو هي المشاكل وشو سبب هاي المشاكل؟ بعدين بتحكي عن أنت وين موقعك أو وجهتك بهذا الواقع، كيف موظف رؤيتك وين شايف حالك، وين شايف حالك بهذا الواقع. نخلص هون ندخل على القسم الثاني من الأسئلة. أزمة الشباب، أزمة الشباب لبنان هي أزمة من أزمات البلد، يعني هي أزمة واحدة من أزمات كتيرة أكبر ومتشابكة أكتر. هلا أزمة الشباب بحسب اللي أنا عايشه وعم شوفه، حسب نظرتي وتحليلي اللي هو مش تحليل، مش بالضرورة يكون تحليل مهني. يعني الشباب، فرص الحياة للشباب بلبنان معدومة. من ناحية أول شيء العلم بلبنان محدود، مجالاته محدودة. بيضطر الشاب اللبناني الطامح اللي بده يكفي علمه لأنه يسافر لبرا، أو موضوع العمل، سوق العمل. الشباب سوق العمل بلبنان بشكل عام، مش بس للشباب، هو سوق كتير فقير وما في مجالات عمل. يعني ف كمان الشاب مثل ما بيقولوا عنا باللبناني ليأسس حاله يعني ولا يتمكن اقتصاديا، بيضطر انه يسافر لبرا او انه يشتغل ب معاش قليل. يعني فأزمة الشاب اللبناني انه هو مضطر انه ينسلخ عن بيئته، يا اما ليسافر لبرا، يا اما حتى ما يسمى النزوح الداخلي. يعني اذا كان ساكن بضيعه مثل ما انا عم بصير معي، بيضطر ينزل على المدينه اللي هي بتكون بعيده عنه، وحتى اوقات بتكون غريبه عنه اجتماعيا. بيضطر انه يترك اهله ورفقاته وجوه ويروح على المدينه ليكفي علمه او ليشتغل. شخصيا انا بقدر اقول انه انا احد الشباب اللي وقع بهيدي المشكله. ايام المدرسه وايام المراهقه بقيت ببيئتي اللي هي بيئه الضيعه، كنت اتعلم بمحل قريب من هون، كانوا اصحابي من هيدي المنطقه، وما كنت منسلخ عن بيئتي، كنت قريب من اهلي ومن عائلتي ومن اصدقائي، واصدقائي اللي كانوا قراب كنت دائما التقي فيهم. هلا لما صرت بالمرحله الجامعيه اضطريت انزل على بيروت، لانه عنا بالمنطقه ما في ولا مكان اقدر كفي فيه العلم اللي انا طامح له، فاضطريت انزل على المدينه، على العاصمه بيروت، او على احد ضواحي العاصمه، يعني منطقه الحدث. فرحت على الجامعه اللبنانيه، الجامعه الرسميه. يعني بالجامعة الرسمية انسلخت عن بيئتي، صرت بعيد عن أصدقائي. إضافة إلى ذلك كانت مشكلة العلم بالجامعة اللبنانية، نتيجة إنه هيدي الجامعة مش متعوب عليها ومنا مهتمة فيها الدولة. العلم فيها كتير صعب والمنهج العلمي كتير كتير تقيل للطالب يتحمله. هلا أنا قدرت كفي بتعب وجهد جسدي ونفسي، قدرت كمل، تعرفت على ناس جديدة تحت، صار عندي أصدقاء من كافة المناطق اللبنانية. ولكن الأزمة إنه وقتي صار كتير محدود، صرت مضطر أتفرغ فقط للعلم، يعني ما كان عندي وقت لشيء تاني إلا بشكل كتير محدود. للأسف بسبب هيدا الشيء خسرت عدد من أصدقائي، لأنه ما كان في وقت لأرجع أشوفهم وكفي التواصل معهم. فقد التواصل مع كتير ناس، حتى مع أفراد من عائلتي الكبيرة، أولاد عمي مثلا أو أولاد خالي، انسلخت عنهم نتيجة أنه متفرغ للعلم وللدرس، لأني مضطر، ما عندي شيء غير الدرس، وإذا بترك الدرس ممكن أسقط بالجامعة. فهيدي أزمة من أزمات اللي عشتها، إضافة لأزمة المسافة. يعني
كانت المسافة كتير بعيدة عني، بتاخد تعب جسدي كتير بالنهار، بصرف وقت حتى بعمل حساب الوقت أكتر بسبب المسافة. هلأ بخصوص الشغل مثلا، أنا هلأ خلصت جامعة وتخرجت، مفروض بالإجازة التعليمية بالكيمياء، أنا بتعلم علوم اختصاصي كيمياء، معي إجازة كيمياء، للأسف الشغل ما قدرت لاقي شغل وما قدرت لاقي فرص عمل بشهادتي، وهيدا نتيجة يعني النمط الاقتصادي عنا بالبلد اللي هو ما بيعتمد الإنتاج، حتى الإنتاج العلمي ما بيعتمده. فالعلوم بشكل عام المجال قدامها كتير مغلق بهذا البلد، وما في احترام حتى لا للعلوم ولا للي بيدرسوا علوم، وبيضطر الشخص اللي بده يشتغل يا أما يشتغل بمعاش كتير قليل وبمنطقة بعيدة كمان، لأنه بالمناطق بشكل لا مركزي ما في توزيع للمختبرات أو المصانع، كله مركز بمناطق صناعية قريبة من العاصمة. فللأسف ما قدرت اشتغل. هلا لهيدا السبب انا عم حاول اشتغل بمحيطي لغير هيدا الواقع. انا بآمن بالعمل الجماعي، والعمل الجماعي للضغط والتغيير، العمل الفردي ما بعتقد انه بيقدر يوصل لنتيجة بتغيير هيدا الواقع الصعب. لهيك انا منتسب لمنظمة شبابية اسمها اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، اللي هي بلشت فيها اتعلم العمل الجماعي واشتغل العمل الجماعي، اشتغل انا ومجموعة من الشباب اللي من عمري او الاكبر شوي لنغير بهذا الواقع، او لننشر ثقافة معينة او وعي معين ونشرك الناس معنا بعملية هذا التغيير. واغلب اوقات فراغي هي بهيدا المنظمة الشبابية، بالاضافة لذلك بعض الاصدقاء، اوقات مع الاصدقاء او مع العائلة، و يعني هلأ بالصيفية مثلا لانه ما لقيت شغل كان اغلب وقتي استجمام وترفيه يعني مش اكتر، علما انه حتى الترفيه محدود بسبب الوضع الاقتصادي، يعني انه اذا مش عم بشتغل انا ماني مستقر ماديا، ما عندي القدرة المادية اني حتى اترفه هيدا الترفيه الكبير، يعني مضطر اترفه على قد، يعني مثل ما بيقول عنا المثل بلبنان، على قد بساطك مثل اجريك، يعني اكبر مشوار كنت روحه هو بعيد عن بيتي 5 دقايق على البحر او مع العائلة، لانه مثلا ما بمتلك وسيلة نقل وما عندي قدرة اني اجيب وسيلة نقل، وهيدي مشكلة بعانيها انه كتير بنحرم اوقات من لحظات مميزة مع الاصدقاء بس نتيجة انه انا ماني قادر اروح لعندهم لانه ما في وسيلة نقل، وما في نقل عام حتى بالبلد، يعني مثلا اذا ما في وسيلة نقل اللي هي السيارة، النقل العام غير محترم بالبلد وكتير صعب، وما في طريقة لتنقل فيها مثلا، خاصة اذا بدك تطلع صوب الضيعنة اللي هي الضيعة الجبلية، كتير منعاني لنقدر نوصل على هيدي الضيعة، فبفقد كتير لحظات مميزة بسبب هذا الموضوع. من هون نحن بنحاول نركز على قضايا، أكيد ما بكرر إنه بالعمل الجماعي بنحاول نركز على القضايا اللي بتعني الشباب واللي بتعني المواطنين بشكل عام وبتعني المجتمع، بنحاول نركز عليها لنغير فيها أو لندعي الناس تكون هي عم بتغير لمصلحتها ولمصلحة المواطنين والمجتمع بشكل عام. محطوط هو هلا وين السكن والمحيط، شو رأيك بالمحيط وشو عم تحاول تغير بالمحيط؟ فيك تدخل على هذا المقطع من باب وضع السكن، الأجارات، فيش بيت خاص سأجر بيت، عرفت؟ فيك تحكي شوية اتعمق أكتر بوضع الاجتماعي، أنتوا عم تحكي عن السكن وعن بعد السكن، عن الأماكن الأساسية، الجامعة والشغل وفرص العمل، ومن هاللامركزية فيك تحكي شوية عن قصة اللامركزية الإدارية، عرف شوية عنها وشوية عن فرص العمل، بعدين منروح على الوضع العام بالعالم وبالعالم. أوكي. السكن
أنا بسكن بمنطقة اسمها رميلي، هي على الساحل، الساحل اللبناني. هيدي المنطقة نحن ساكنين فيها كأجار، يعني مستأجرين بيت، ما عنا بيت ملكنا، لا برميلي ولا بالضيعة اللي أنا منها، يعني جون. وضع السكن بالبلد، يعني نحن أزمتنا بالسكن، عائلتنا أزمتها بالسكن من أزمة الناس كلها، يعني نتيجة إنه الدولة ما بتأمن سكن للمواطنين، وأسعار العقارات مرتفعة بشكل جنوني نتيجة الاقتصاد، الأزمات الاقتصادية العالمية والاقتصاد ببلدنا. هلا المنطقة اللي أنا ساكن فيها، أكيد لأني عشت فيها 16 سنة لحديت هلا ورح أعيش أكثر على ما أعتقد، هيدي المنطقة صار في ارتباط، يعني ارتباط معنوي بيني وبينها، نتيجة إني تربيت فيها وعشت أيام طفولتي ومراهقتي وشبابي فيها. قبل هيدي المنطقة كانت حيوية أكتر، كان فيها نسبة شباب أكتر، كان فيها حياة. هلأ طبعا الحياة موسمية فيها أكتر، لأنه بالصيف هي بيكون الشباب موجودين، بيكون في البحر نتيجة إنه هي على الساحل، فبيكون في المنتجعات السياحية، ولكن بالشتوية بتخمد نتيجة إنه الكل بيكون يا بدراسته، وأصلا على البحر، يعني موسم البحر بيكون انتهى، المنتجعات السياحية ما بقى بتشتغل مثل بالصيف. أما هلأ اليوم للأسف هيدي المنطقة عم بتعاني من موت مثل كافة المناطق اللبنانية بعتقد، خاصة الضيع، يعني عم بتموت نتيجة هجرة الشباب أو نزوحهم، يا أما الشباب عم تهاجر برات البلد، يا أما عم تضطر تنزل على المدينة. ونتيجة أيضا عامل الأساسي اللي هو الأمن، الأمن بمنطقة رميلي معدوم نتيجة يعني أولا النزوح السوري اللي طرأ على المنطقة، سبب بعض المشاكل الاجتماعية والأمنية، نتيجة المحيط الرميلي اللي هو محيط للأسف فقير، فالفقر دايما بيولد المشاكل الاجتماعية والأوبئة الاجتماعية، يعني فالمنطقة الرميلي هي ضحية من ضحايا هذا الوضع. لهيك في موت بهيدي المنطقة. هلا نحن كيف بنجرب نغير بالواقع؟ بالدرجة الأولى بشكل عام نحن عم نجرب نحارب الفقر اللي هو أساس كل المشاكل اللي بنشوفها بالمجتمع برأيي، والاستغلال أكيد، مع الاستغلال مش بس الفقر. هلا بنشتغل كمان بمنظمتنا الشبابية، بنحاول نعمل نشاطات شبابية ورياضية واجتماعية لنحاول ننمي المنطقة ونعمل فيها حياة، ومع ذلك بنحاول نعمم على شباب المنطقة الأفكار والثقافة اللي يعني بتخلي الشباب تتفتح، تبطل من عزلة بقوقعتها، إن كان اجتماعية أو إن كان يعني طائفية أو حتى طبقية أوقات. فهيدا الشيء اللي عم نحاول نعمله بمنطقتنا، أنا ومجموعة من الشباب اللي من عمري. هلأ بخصوص الدراسة والسكن، سكني بعيد نسبيا عن مكان دراستي، وبعاني كتير على يعني بالمواصلات، أولا نتيجة إنه ما في نقل عام، ثانيا نتيجة عجقة السير اللي هي مشكلة مزمنة عنا بالبلد، وثالثا نتيجة إنه غياب اللامركزية الإدارية اللي هي مفترض إنه تكون الدولة عم تشتغل عليها. نحن عنا بلبنان أغلب الجامعات أو سوق العمل متركز بالعاصمة، بالمحيط اللي لقلنا ما في أي مراكز تعليمية مهمة خاصة للاختصاصات اللي نحن عم نعملها، ما في سوق عمل باستثناء بعض الأشياء التجارية الصغيرة يعني أو الخدماتية الصغيرة نسبيا، نسبة للعاصمة طبعا عم نحكي.
فهيدي الأزمة نتيجة إنه هي أزمة نظامنا اللبناني اللي مثل ما قلنا أول شيء ما بيعتمد على الإنتاج، والسبب إنه ما بيعتمد على الإنتاج لأنه هو اقتصاد ريعي، لأنه هو اقتصاد مرتبط بالخارج يعني بالغرب، اللي هو يعني هو تابع لإله، وسياسيا غير إنه سياسيا تابع لإله، اقتصاديا تابع لإله. ونحن ببلادنا غير مسموح لنا انه نتطور علميا او بسوق العمل، فقط لانه نضل نحن عم نستغل اقتصاديا وعلميا للخارج. يا اما بدنا نضطر نسافر لبرا لنعطي جهدنا للخارج، لدول الخارج ولشركات برا، يا اما هون بدنا نضطر نستغل بمعاشات وتقديمات اقل، ووضعنا بيكون مزري اقتصاديا او اجتماعيا. فهيدا الواقع اللي نحن منعيشه للاسف، وهيدا الواقع عم بيكون سبب لكثير من المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه عند الناس، وهو نتيجه سياسات الدوله وسياسات النظام اللبناني. هلا بالعالم اللي عم نعيشه اليوم بشكل عام في أزمة إنسانية كبيرة، إنه الإنسان تحول بمحل من المحلات لسلعة نتيجة النظام الاقتصادي اللي سيطر على العالم بالعقدين الماضيين. ففي قيم إنسانية كتير اختفت من العالم، أنتجت ما أنتجت من حروب وأزمات وكوارث إنسانية. وما بننسى دور الأزمة الاقتصادية اللي وقع فيها النظام الرأسمالي بالعالم، كانت نتيجتها كوارث اجتماعية وكوارث يعني حروب ودمار، خاصة بمنطقتنا العربية. من هون منقدر نفوت على الوضع بالعالم العربي. بلش ما يسمى بالربيع العربي بال 2011، كنا متوقعين انه تكون حركة جيدة ايجابية بعالمنا، انه الشعوب بلشت توعى من ثباتها العميق اللي كانت مسيطرة عليه انظمة قمعية. توقعنا انه يكون فعلا مكان قفزة نوعية رح يتطور فيها العالم العربي ورح يكون في نهضة. ولكن للأسف غياب النخب اللي بتحمل مشروع البديل للنظام اللي كان موجود، غيابه وانقضاض النظام اللي حاكم على هيدا الحراك اللي صار، أدى لأنه تتحول هيدا الحراك لفوضى. وهيدي الفوضى كانت نتيجتها كوارث وويلات بالعالم العربي، لا سيما اللي شفناه بليبيا او اللي شفناه حدنا هون بسوريا. والوضع بسوريا هو يعني تحول لحرب وحشية قضت على شعب وحياة شعب بكامله. وهيدا اللي صار كان بيتحمل مسؤوليته اولا النظام اللي كان موجود، وثانيا الهجوم النظام اللي حاكم العالم لا يمنع اي تحول ايجابي بهيدي الدول. ومن هون كانت الهجمة الشرسة على الدولة السورية وعلى الكيان السوري، ويلي جربوا يفتتوه لكيانات طائفية وعرقية ومذهبية. هلأ الأزمة السورية بشكل خاص انعكست بشكل كتير كبير على وضعنا بلبنان، يعني أصلا كان في انقسام سياسي بالبلد، زاد وصار في حقد كتير كبير بين الأطراف، وصار في تحريض طائفي، وصار في استنفار مذهبي بلبنان بين الأطراف اللي هن بشكل عام أولاً السنة والشيعة. صار في كتير تعصب
عند الطرفين وكره وحقد بين الطرفين. أما الأقليات اللي موجودة فصارت عم تتقوقع أكثر فأكثر بقوقعتها، ظنا منها أنه هي عم تدافع عن حالها وعم تحمي نفسها. لهيك صار في وضع مزري كتير اجتماعيا بهذا البلد نتيجة اللي صار بسوريا. وهلأ حاليا بلبنان عم نشهد حراك شبيه بالحراك اللي كان بالعالم العربي اللي صار بالأول، ولكن برأيي طالما القوى اللي حامل البديل بعدها غايبة وغير جاهزة، ما بعتقد انه هيدا الحراك رح يوصل لمكان جيد. يعني ممكن ينتهي او ممكن يؤدي للفوضى فيما بعد، وهذا اللي ما بنتمناه. هلأ أفق هيدا الحراك برأيي إذا بقيت القوى اللي مش حامل البديل نايمة ما رح يكون في إله أفق، ولكن هيدا بيثبت إنه في أمل إنه يكون في تغيير بهيدا البلد إذا كان في البديل جاهز. وأنا شخصيا أحد الناس اللي انخرطت بهيدا الحراك وشاركت بالتظاهرات، وأنا إذا بدي أكون عم فكر بطريقة شوي بسيطة، أنا من أكثر الناس اللي لهم مصلحة إنه هذا الحراك ينجح نتيجة وضعي بهذا البلد والأفق المجهول قدامي بالمستقبل. ولكن طبعا الناس مش مفروض تبني قصور بالهواء، لذلك عم نفكر شوي بطريقة عقلانية، ولكن مش رح نحبط. يعني إذا انتهى هذا الحراك من دون أفق مش رح نحبط، رح نحاول دايما نكون موجودين لنبني البديل ولنرجع نستنهض هذا الحراك من جديد لما البديل يكون جاهز، ونحاول نغير بهيدا النظام اللي هو أساس كل المشاكل اللي نحنا منعاني منها هلأ. وبسبب هذا النظام السيء، من أبشع الذكريات اللي أنا خطها بحياتي وتجربة سيئة، هي لما كنت تعرضت للوفاة بسبب إشكال أمني صار بمنطقة قريبة مني اللي هي عبرة. كنت طالع لزور أحد الأصدقاء وساعده بالدرس، فبتفاجأ أنه في معركة كبيرة صايرة بالمنطقة بعلق بجواتها، وكنت متت يعني بهيدي الحادثة. هي حادثة ما بنساها بحياتي وبرويها لأولادي ولأولاد أولادي يمكن، إلا إذا عشت تجربة أسوأ يعني. وهيدا الشيء مش بعيد بهيدا البلد نتيجة الوضع الأمني السيء والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي. أما الذكريات الجميلة، فأغلب هيدي الذكريات كانت أيام الشباب والمراهقة، ومش بأيامنا هيدي، لأنه وقت اللي كبرنا وتحملنا مسؤوليات بعتقد صار في غياب للوقت الجميل ولهيدي الذكريات. فمن أجمل الذكريات هي المهرجانات اللي كنا نحضرها بمنطقة جزين، لما كنا نلتقى نحن وأصدقائنا ونسهر مع بعض ونكون عم نتبادل الأحاديث والذكريات وكل العلاقات النظيفة اللي كنا عايشينها وقت اللي كنا صغار. فهيدي جزء من حياتي، وبعدني لهلأ هيدي الذكريات ما بتروح من بالي، وكل سنة بحاول انه ارجع عيشها لما يصير المهرجان، ما بفوت مهرجان علي خاصة لما يكونوا اصدقائي موجودين. وبالنسبة لي انا يعني من اولوياتي بالحياة هن الاصدقاء، وللأسف طبيعة الحياة اللي عم نعيشها والمسؤولية اللي عم تنزت علينا اللي هي اكبر منا حتى باوقات، هي اللي عم تبعدني عن هيدي الاصدقاء. هلا افق المستقبل اللي شايفه انا هو افق يعني اسود ومجهول نتيجة الوضع الاقتصادي بهذا البلد.
انا مجبر يعني هلا صرت بمكان مجبر كفي علمي برا، لانه بلبنان ما في مجال لكفي علمي باختصاصي، خاصة اذا بدي اطلع على الدراسات العليا، وهيدا اللي بطمح له. يعني انا بطمح اني كفي دراساتي العليا بالكيمياء، فانا محطوط قدام خيارين اثنيناتهم صعبين، يا اما بدي اسافر وكمل علمي برا، يا اما بدي وقف علمي وابقى هون. ف بعتقد خيار السفر هو تجربة جميلة ممكن تكون، ولكن البشع فيها اني رح انسلخ عن بيئتي وعن مجتمعي وعن اهلي واصدقائي، واصلا حتى الافق بعدين بضله مجهول، لانه ممكن اذا خلصت علمي ورجعت مجالات العلم او الشغل هون محدودة كتير باختصاصي، بينما اذا ببقى برا يمكن المجالات اوسع، رغم اني صرت واثق انه حتى برا بطل حل نتيجة السياسات اللي عم بتصير بالخارج، نتيجة الأزمة الاقتصادية أو تفشي الحركات الفاشية واليمينية بأوروبا، أو يلي ممكن بأي لحظة تعتبرنا نحن الأجانب أعداء لها وننطرد من بلاد برا وينتهي مستقبلنا. فمستقبلي لهيك أنا دايما مؤمن ومقتنع إنه التغيير هون هو ضرورة لنحفظ مجتمعنا ونحفظ مستقبلنا بهيدا البلد، ولنحاول نحفظ هيدا المستقبل. هيدا مستقبلنا بهيدا البلد، مجهول مخيف نفق أسود، وهيدا الشيء اللي ما كنا شايفينه قبل. دورنا، بعتقد انه دورنا وعملنا الجماعي هو الحل الوحيد لانه نحقق مستقبلنا ونحفظه ونضمنه، مستقبلنا ومستقبل اولادنا. تمام.